هيام، انا عايز اسالك سؤال. ازاي طرحتي الفكره على اسرتك اصلا ان انت هتروحي؟ هو انت وباقي المتطوعين اللي موجودين. هو في متطوعين يعني، احنا كان معانا اكتر حاجه تفرحك بقى قوي، تفرحك قوي ان المتطوعين بقى اللي هم مش بيشتغلوا في المؤسسات. يعني اللي بيشتغلوا في المؤسسات فاوريدي هم متعودين على العمل الخيري والطلوع والدخول والسفر والتعب. الشباب الجامعه بقى اللي اتطوع معانا بمجرد ما قلنا عايزين شباب، عشان التطوع في معبر رفح عشان تقديم المساعدات واحتمال تقعدوا، فهمناهم مفيش هناك ادنى مستوى من المعيشه، مش موجود، مفيش كذا مفيش كذا. اما تلاقي شباب الجامعه بقى، الشباب الصغير ده جه معانا، في ناس جم يعني اهاليهم كانوا رافضين طبعا، وفي ناس اهاليهم كانت موافقه. اوكي، اما يجي الشاب معاكي، انت متخيله كان عندنا شباب عندهم فكر مختلف عن الدوله وفكر سيء وفكر سيء عن كذا، كل ده اتغير هناك. شافوا اللي بيحصل على الارض وحسوه، وشافوا الشغل اللي حاصل فعلا. انا بصي اقول لحضرتك، انا معالج نفسي في الاساس على فكره. الشباب اللي كانوا معايا عايزه اقول لحضرتك ان هم اتغيروا زاويه 180 درجه او 360 درجه كمان. كمان يا هيام، جميل جدا ان احنا شفناه المشاهد العظيمه جدا والمدهشه والرائعه، فكره انه الشباب كل المتطوع هناك بيشدوا على ايد بعض كلهم مع بعض، كانهم يعني كده في مهمه لازم تتم، وزي ما كانوا بيقولوا احنا مرابطين هنا لغايه ما نعدي. وعايز اقول لحضرتك مفيش هناك شخصنه للامور اطلاقا، مفيش حاجه فلان انا اللي بعمل ولا ده عمل، لا كله موجود، كله بيشتغل، كله بيعمل، مفيش حد بيشوف بيدور على نفسه في حاجه، هو عمل جماعي، كله بيتحمل الظروف. عارف حضرتك اللي هو مهما كان في ضغوط خلاص احنا بنعدي. عارف حضرتك بتشدوا يعني بتشدوا على بعض كلكم. انا عايز طبعاً بس رساله تقوليها، انت مريتي بتجربه اكيد يعني هتاثر عليكي في حياتك وعلى شخصيتك كمان، تجربه مهمه جدا في بناء الشخصيه ان الواحد طبعاً يعمل عمل تطوعي. فلو طلبت منك تقولي رساله لكل واحد بيفكر، كل شاب او شابه بيفكر يعمل زيك كده ويروح يتطوع ويساعد اهلنا في غزه او في اي عمل تطوعي، قيمة ورسالة وأهمية العمل التطوعي في رأيك؟ هو زي ما حضرتك قلت كده دلوقتي، انك انت ما اي شاب هيشتغل في العمل التطوعي هيحس ان هو ليه رسالة وعنده قضية. وقتها حضرتك كل حاجة هتظهر في عينه. المشاكل والكلام ده كله هيبصها بنظرة تانية، هيشوف بلده بشكل تاني، هيشوف الحقيقة اللي بتحصل على الأرض. هيشوف قد إيه بلدك قوية وقد إيه بلدك تفخر بيها. هتشوف حياه مختلفه. حضرتك اسمح لي انتقل بس من حته المتطوعين للناس العاديه. حضرتك في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، سمعت حد عمال جايب سيره الغلا، سيره البصل، الطماطم، مفيش الكلام ده خالص. كلنا مركزين في قضيه. فبالتالي هي فكره ان احنا بقى تعالى نقول احنا محتاجين نعمل ايه للشباب ده عشان يدخل في التطوع ويفهم ويبقى ليه قضيه.